أعادت السعودية الجمعة فتح المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أفاد به تلفزيون الإخباري الرسمي. وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين أمام الزائرين الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار الفيروس. صرحت أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 يوما بعد العودة من خارج المنطقة. أبلغت السعودية عن رصد 5 حالات إصابة، ولم يتضح من تقرير الإخبارية إن كان سيسمح للزوار بالعودة إلى الحرمين.